محلى قدك محلى قدك يا أختي. أنت اللي تسمع فيا توا، عندي ليك 5 أستوس باش نحيو بيهم لي ساغن اللي تحت العينين. كل بلايص هذوكم الزرق متاع التعب، السبب متاعهم هو قلة النوم، ساعة لازمنا نعرفوا السبب والتعب الزايد. وفما حاجة أخرى من الأسباب اللي تسبب السبب هذا الزرقية اللي تحت العينين، هي الدخان والبوليسيون. دونك ماذا بيكم تحافظوا على صحتكم، تحافظوا على أنه وجهكم يكون هكا بريق وضاوي وما فيهوش كالزرقية اللي تحت العين. ذاك علاش باش نقول لكم 5 أستوس لليوم ينحيو الزرقية تحت العينين. نبدأ بأول أستوس، التاي. أي نعم، التاي انفوزيون أبار أنه يضعف، وإلا الكامومي يصلحوا سيكان هذوكم اللي نعملوهم تاي انفوزيون، ساشيات الصغار هذوكم متاع التاي ومتاع الكامومي اللي نعملو بيهم الكيس متاعنا، ما نلوحوهمش بيب، ماذا بينا نخليوهم في الفريجو، نحطوهم يبردوا هكايا مدة 5 دقائق. ومن بعد على الصباح بكري دوب ما نحلو عينينا، بيان سور دوب ما نحلو عينينا باش نمشيو نغسلو وجهنا، نحطوهم في الفريجو يبداو باردين، معناها يبداو باردين. ومن بعد نخرجوهم من الفريجو، نعصروهم هكايا مليح ونحطوهم على عينينا. السي كان هذوكم الصغيرات نتاع التاي والا نتاع الكامومي هذايا قداش يلزمها تقعد معناتها؟ 10 دقائق. مدة 10 دقائق، معناها الحكاية الكل في الكل 4 ساعة. هاكا دوم ما تقومش تمشي تحك سنيك وتغسل وجهك، تخليهم في بعد ما تشرب التاي نتاعك، تخرج الساك صغير تحطه في الكونجيلاتور، من بعد ما تغسل وجهك تحطه تشيحه وتحطهم على عينيك باش تنحي الزرقية اللي تحت العين. هذه أول أستوس. ثاني أستوس نعرفوها الناس الكل بيان سور، هي الأستوس نتاع الكونكومبر. لا لا مازال ماهيش نتاع المغرب، شفت قلت حاجة تعاود. الأستوس نتاع الكونكومبر نتاع ولد القمرة اللي هو من قديم الزمان مميتي ومميتكم تعمل فيه. دونك الكونكومبر نعرفوا اللي هو باهي برشا فيه الفيتامين ك، واللي هو باهي للسيركيلاسيون، يحرك الدوره الدمويه تحت العينين. دونك نقصوا روندالات صغار ونستعملوهم تحت عينينا، حتى كي نبداو في الليل هكايا سهرين قدام التلفزه كيف كيف مده 10 دقائق. لاستوس الثالثه هي بالبطاطا. اي نعم، نجم نقصوا رونديل هكايا نتاع بطاطا صغيرونه ونقصوها على اثنين، يوليو عندنا زوز اشكال، كل شكل نص دايره نص دايره، وكل نص دايرة نحطها تحت عينينا مدة 10 دقائق. هذه البطاطا، منافع البطاطا تنحي راي الزروقية تحت العينين. جوست بلي سؤال، معناتها جوست تحط تحت العينين من غير تنزل تعمل مساج لحتى جوست تحطها هكا؟ كيفاش مقلي هذه البطاطا مقلية ولا لا؟ لا لا لا، بطاطا مقشرة نظيفة محلاها بيضة هكايا، تقص غونديل صغيرونة، والغونديل هذيك تقصها على زوج، يولي عندك شتر دايرة على اليمين شتر دايرة على اليسار، تحط شتر دايرة على اليمين في عينك اليمين، شتر دايرة على اليسار في عينك اليسار، العكس لي راهو. الأستوس الرابعة هي بالثلج بالجلاسون، نجمو نعملو هكايا قطينات صغار، بون مش قطينات صغار، شوية سيكان صغار بالثلج ولا كثلج هذاك اللي نحطوه، نحطوه في طرف قماش ونسكره عليه في طرف قماش هذاك، ماذا بينا تبدا قطنة هكايا حنينة ونحطوها على عينينا. لهنا نجمو نعملو شوية مساج تحت العينين، نجمو نعملو شوية مساج بالجلاسون، ماذا بينا زاد صباح بكري. الأستوس نتاع الشاي البارد راه في الفريجدير، ماذا بينا صباح بكري هكايا، خاطر يحرك الدورة الدموية تحت العينين هكاكا، ينحي الزروقية ينحي حتى الفيخ هذوكم لي باش نسميوهم اللي تحت العين. اخر استوس يعرفوها الناس الكل، نتصور هاي تقالت 200,000 50,000 مره، الاستوس الخامسه هي الاستوس نتاع المغارف. نشدوا زوز مغارف دوما نقوموا الصباح نحطوهم في الكونجيلاتور، نغسلوا وجهنا ونحضروا قهوتنا، من بعد نخرجوهم من الكونجيلاتور ونحطوهم على عينينا، مغرفه على اليمين ومغرفه على اليسار، باش ينحيونا الزرقيه اللي تحت العينين. كالعاده 10 دقائق. كالعاده 10 دقائق. معناتها اللي فهمته اللي يلزم نحطوا حاجه بارده في البلاصه هذيك لتنشيط الدمويه، الشعيرات الدمويه اللي موجودين تحت العين. نستعمل خبرتي في العلاج الطبيعي وكالفازات، هي الحاجه البارده بطبيعتها تنشط الدوره الدمويه. دونك واللي ساغن هما معناها الزرقيه هذوكم العروق يبداو الدم مش داير فيهم بالكدا، دونك تحطوا لهم حاجه بارده يوليو يزربوا هكا الكويرات البيضاء والخضراء والحمراء وكالحكايات هذوكم الكل. لطيفه والله راس وجعني والله. باهي بالاخر وعلى الاخر هذوما 5 استوس قلناه لكم اليوم في محلى قدك باش نحكيو على محلى قدك اللي تحت العينين. لكن اهم استوس لازمكم ترقدوا مليح، تشبعوا بالنوم وما تتعبوش رواحكم. Thank you.